مساء الخير على كل مشاهدي قناة تان في كل مكان ومشاهدي برنامج تشاطيب بالتحديد. النهاردة معانا تفصيلة مهمة جدا اتكلمنا يمكن عنها قبل كده وهي بس مش بشكل مفصل وهي التدفئة. فحابة النهاردة اتكلم عنها بشكل دقيق ومفصل. التدفئة المركزية بيعمل ازاي؟ بيعمل نظام التدفئة المركزية. نظام التدفئة المركزية هو عبارة عن سخان مركزي يعمل بالغاز الطبيعي مخصص لأنظمة التدفئة. هو عبارة عن نوعين، دفاية حائطية دي بتكون كمان على الحيط، والشبكة بتاعتها بتؤسس لربط السخان بالدفايات من على الحيط. وفي نوع تاني اللي هو الدفايات الأرضية، وهي عبارة عن شبكة مواسير تحت الأرض مصنعة من البولي إيثيلين مع مكونات عديدة من المحابس والتوصيلات، مزودة بلوحة التحكم في كل دور. في حلقتنا النهاردة هعرفكم على تفصيل أكتر من المميزات والأنواع ومتطلبات التركيب مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، المهندس محمد القاضي رئيس شركة مجلس إدارة شركة إيدجز هيتينج سيستم، وهينورنا وهيقول لنا كل اللي احنا عايزينه. منورنا وعايزين نعرف حضرتك بشكل وشركتك بشكل أكبر، وكلمنا بقالكم قد إيه في مصر، بتعملوا إيه؟ طيب مساء الخير يا حنان. مساء الفل. مساء الخير على كل مشاهدين تن. احنا شركة إيدجز هيتينج سيستمز، احنا موجودين في مصر من سنة 2012. المجال بتاعنا، احنا شركة متخصصة، وحتى في سوق المقاولات بيسموا البند بتاعنا احد البنود المتخصصة، لان مش كل الشركات بتشتغل فيه. طبعا الهيتينج سيستم في مصر عموما هو له علاقة بالتسخين، او كل ما له علاقة بالتسخين بالنسبة للمية، سواء الحمامات والمطابخ المياه بتاعه الشاورز، سواء الهيتنج سيستم التدفئه بتاعه الفراغات بشكل عام، او تسخين حمامات السباحه. فاحنا الكونسبت عندنا مبني على عمليه التسخين، اي مياه احنا محتاجين نسخنها. باختصار احنا الموضوع بتاع المركزيه ده راجع لحاجة بسيطة جدا، اللي هو أصلا يعني إيه التدفئة المركزية؟ التدفئة المركزية، طيب خلينا نقسم الموضوع لكذا شق وناخدهم مع بعض كده شق شق بالترتيب. الشق الأول وهو كونسبت التدفئة، وده له علاقة بتدفئة البيوت. تمام. إن أنا يبقى عندي البيت درجة الحرارة بتاعته في عز الشتاء، في عز ما الدنيا في عز التلج ان انا ابقى قاعد في البيت في درجة حرارة 27 28 29 متدفي. الكونسبت ده طبعا احنا بنتفرج عليه في اوروبا، كلنا لما بنسافر تبقى درجة حرارة الجو برا ناقص 20 وناقص 30، وبنخش كلنا الفنادق او البيوت بنلاقي درجة حرارة البيت 27 و26. سحر، في سحر في الموضوع. ازاي جوه كده جوه؟ تماما. عشان نحقق المعادلة دي بيبقى عندنا شوية معطيات محتاجين، ان احنا في شوية كومبوننتس كده محتاجة تتربط ببعض بشكل معين بحيث ان احنا نحقق المعادلة. عشان حققها هنا في مصر؟ عشان حققها هنا في مصر. أوه. احنا بقالنا فترة طويلة يعني غالبية العملاء خصوصا في البيوت الكبيرة في المناطق الجديدة زي التجمع وزي 6 اكتوبر والشيخ زايد، كل المدن الجديدة طبعا درجة حرارة الجو في مصر اختلفت تماما عن زمان، فاحنا بنتفرج على درجات حراره ما كناش الطبيعي ان احنا متعودين ان احنا احنا كمان معانا صور عشان نوضح عليها كمان يا باشمهندس شغلكم. ونكمل كمان على الصور والشرح، ان احنا ما كناش بنقابل الحراره دي ودرجات الحراره والبروده دي في مصر خالص. ده حقيقي من اخر 10 سنين بالظبط. احنا الطقس عموما وورلد وايد اتغير، يعني احنا على مستوى العالم درجات متوسط درجات الحراره عمال يعني في الصيف الدنيا عماله تبقى حر اكتر جداً من الاول، وعندنا ثلج بعدين، وفي الشتاء الدنيا ثلج. يعني حد يصدق ان ابو ظبي مثلا من يومين كان فيها عاصفه ثلجيه؟ كميه المطره اللي بتنزل في الامارات وفي السعوديه، يعني احنا الجلوبال وورمنج عموما غير المتوسطات درجات الحراره. ده بيؤدي بقى ان احنا محتاجين ان احنا نضبط، يعني زي مصر كده زمان لما كنا صراحه انا شايفه كمان الاشكال في الصور، معلش قاطع كلام حضرتك، شكلها حلو قوي مختلف يعني وماشيه مع ديكور جدا. يعني شكلها يجنن بصراحه. احنا ده يعني دي احد البرودكتس اللي احنا بنشتغل فيها، اللي هي الدفايات الحائطيه زي ما حضرتك ذكرتي في اول الانترو.
الدفايات الحائطيه هي يونت بتركب اكسترنال، بس هي طبعا شكلها حلو وظريف، بس في بيز بقى ورا الموضوع ده بنحطها بقى بنعملها دي قطعه من الديكور، قطعه من الديكور. احنا بقى عندنا فعلا بعض الموديلات بقت بتتحط ستاند الون، يعني زي الموديلات اللي في مصر يحبوك قوي طبعا. رائع. وعندنا كمان فرايتي في الالوان، يعني هي كمان الموديل بالوانه، يعني دي مثلا درجه اللون بتاعتها جديده حلوه جدا. الدفايات دي بقى بيبقى فيه بيز بقى وراها، يعني بيبقى فيه عندنا شبكه مواسير من الماتيريال بتاعت البولي ايثيلين، وبيبقى عندنا غلايه مركزيه بتسخن المياه اللي بتمشي في المواسير، بدورها بتبتدي تفقد الحراره في اليونت دي تبتدي تسخن الفراغ. تمام. اكبر ميزه في الهيتنج سيستم ان هو نظام امن، احنا ما بنعتمدش ان احنا بناخد الهواء ندخله في حتة يسخن فنحرق جزء من الاكسجين والهواء يبقى دراي، لا هو من اكتر الانظمة بتاعة التدفية امانا. يعني لو في حد في البيت عنده حساسيه جيوب انفيه، عنده حساسيه حساسيه صدريه، زي ما نقول غير دفايه الزيت، غير الدفايه بتاعت الزيت والكهرباء، لان الحاجات دي فيري فيري هاي ريسك، وخصوصا ان احنا كمان الموديلات والالوان والاشكال اللي بقت موجوده بقت بتماتش الذوق. احنا طبعا في البراندز اللي احنا بنشتغل فيها معظم البراندات اللي احنا بنتعامل معاها براندات ايطالي، والطليان هم اساس الذوق، هم اكتر شعب عنده ذوق وعنده تالنت في الحته بتاعه الالوان كده، بيحب الشيء جدا جدا. احنا اللي احنا نجحنا ان احنا نعمله ان احنا ندخل موديلات جديده وندخل الوان جديده. بس قبل ما حضرتك بقى بنتكلم عن الموديلات الجديده، عايزين نعرف ايه هي انواع التدفئه المركزيه اصلا. احنا التدفئه المركزيه عندنا نوعين بالنسبه للهيتنج سيستم اللي هو بتاع البيوت. عندنا التدفئه الحائطيه اللي احنا بنعتمد فيها على الدفايات، والتاول وورمرز بالنسبه للحمامات. وعندنا بقى الكونسبت اللي هو الرائع اللي معظم مهندسين الديكور بيحبوه خصوصا في المشاريع الكبيره، اللي هو الاندر فلور هيتنج. الاندر فلور هيتنج احنا بنعتمد ان احنا بنسخن الفراغات كلها عن طريق الارضيات. فبيبقى عندي شبكه مواسير ماشيه تحت الارضيات، واتيفر الفينيشد فلور بتاعها ايه، سواء ارضيات رخام، سواء ارضيات باركيه، سواء انجينيرد وود، سواء سيمنت، يعني واتيفر الفينيشد فلور اللي احنا هنتعامل بيه هيبقى شكله ايه، المواسير دي بتمشي تحتيه. النتيجه ان احنا لما بنسخن الارضيه الحراره دي اوتوماتيك بيحصل لها ترانسفير، واوتوماتيك درجه حراره الفراغ بتبتدي تدفى. يعني هي مش بتطلع على الحوائط كمان؟ لا يعني لا 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 لا، هي من الارض درجه حراره البيت بتبقى بتدفي الفراغ. بتدفي الفراغ كله، لان الكونسبت بتاع التسخين ان انا بسخن كثافه الهواء. فانا الهواء كل ما بيسخن الكثافه بتاعته بتقل، فبيطلع لفوق وينزل مكانه هواء درجه حرارته اقل يعاد تسخين، وهكذا لحد لما درجه حراره الفراغ دي كلها تبقى بدرجه حراره واحده. فبنبص نلاقي في ناس في الشتاء بيبقى قاعد في البيت لابس شورت وتيشيرت. الناس الجميله دي احنا بعد هنطلع فاصل، ولسه طبعا مكملين مع حضرتك في المعلومات، ولسه قدامنا حلقه طويله وهنعرف كل التفاصيل من حضرتك. نطلع فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مع ضيفنا اللي منورنا في النهارده المهندس محمد القاضي، رئيس مجلس شركه ايدجز هيتنج سيستم. ولسه هنقول معاه تفاصيل اكتر وحاجات مهمه اكتر، وامتى اقدر اخد قرار يا باشمهندس بان انا اعمل محتاجه تدفئه في بيتي، امتى اخد القرار ده؟ القرار ده من اهم القرارات اللي لازم العميل يقررها وهو لسه بيعمل بيته. احنا الهيتنج سيستم كبند هو بند ما بيتعملش غير في البيوت الجديدة، البيت اللي لسه هنبتدي فيه تشطيب تحت التأسيس. تحت التأسيس. طبيعي. والمرحلة اللي البند بتاع الهيتنج سيستم بيخش فيها هي بتبقى أول مرحلة، المرحلة بتاعة الكهرباء والسباكة اللي هي مرحلة التأسيس. تمام. لأن دايما بيجي لنا عملاء يقولك أنا والله شطبت البيت وكنت عايز أعمل تدفئة مركزية. فالموضوع ده بيبقى يعني زي ما احنا ما بنقول افتر ذا فاكت، لان هيتطلب ان هو هيبقى فيه عنده تكسير في ارضياته، تكسير في حوائط، هنفور البيت هنكسر يعني هيبقى فيه ايوه، لان احنا هنعمل تدفئه للبيت بالكامل بالحمام بكل حاجه، فهنبتدي نكسر الارضيه كلها والحوائط كلها. ده طبعا بيبقى قرار صعب جدا، والاوبشن البديل بقى بالنسبه له ايوه هو بقى عايزين البديل. الاوبشن البديل بالنسبه له ان هو هيشتغل دفايات كهرباء، وللاسف الحته دي ما فيهاش الفرايتي بتاعه الموديلات،
يعني احنا مثلا على ليفل دفايات الغرف ما عندناش الا موديل واحد مثلا في منه مقاسين. يعني انا باشمهندس شقتي دلوقتي معموله، ما عنديش فرصه ان انا اعمل تدفئه مركزيه خالص. يعني لو جينا نبص احنا كمان معانا صور تانية كمان لل احنا طبعا عندنا تشكيله موديلات بالنسبه لل بس دي كلها طبعا يعني بعد ما شفناها كده حضرتك بتقول لنا ما ينفعش نعملها عندنا بعد الطبيعة. يعني لو حبيت اعملها دلوقتي بعد ما اشوف الحلقه دي مش الا لو انت بقى قررتي تعملي ري انوفيشن اكسر بقى البيت كله بقى ويلا نغير هنغير تقسيمه البيت وكده. ده دي الحاله الوحيده اللي هيبقى ممكن ان احنا نعمل البديل للكهرباء الكهرباء بس كده. ودي طبعا يعني لما بنيجي نبص على تكلفه التشغيل بتاعه السيستم سواء الغاز الطبيعي في الهيتنج سيستم عندنا تكلفته طبعا في التشغيل بتبقى اقل بكتير قوي من الكهرباء. والموديلات المتاحه بالنسبه لموديلات الدفايات والفوائد احلى طبعا في اللي هي التدفئه المركزيه واكتر اكتر بكتير. ما هو حضرتك احنا شايفين الصور، عشان كده بقول لك معقوله بعد ما نشوف الحاجات الحلوه دي ما نعرفش بقى نعمل تجديد ونكسر البيت كله بقى بنبتدي نعمل يعني الأول. ندعي بقى ان يبقى في بيت جديد، يبقى في بيت جديد او نعمل تجديد او نعمل تجديد او هنعمل تجديد. لو انا عايز اعمل منطقه واحده منطقة لا اصل انا عايزه ادفي ريسبشن بس، عايزه ادفي اوض النوم. بصي هو احنا لما بنيجي نبص احنا في عندنا حاجات بتبقى اساسيات في السيستم. يعني البويلر اللي هيشغل السيستم او الغلايه اللي هتشغل السيستم هي واحده. فلما باجي اوزع تكلفه الغلايه على يونت زي لما باجي اوزع على 10 على 15، فانا طبعا كل ما عدد اليونتس عندي بيزيد كل ما تكلفه السيستم عندي بتقل. انا كعميل مستفيد طبعا يعني انا النهارده هي يعني نفس الغلايه وات ايفر تكلفتها اكس، لما هاجي اوزعها على 2 يونتس او لما هاجي اوزعها على 10 يونتس او لما هاجي اوزعها على 20 يونت هي التكلفه بتاعتها واحده. وبالمثل برضو في الموضوع بتاع التاسيس يعني بالنسبه للشبكات، فطبعا تكلفه الحاجات دي بتقل لما عدد اليونتس بيزيد. ايه اللي بيميز ايدجز عن غيرها من الشركات الموجوده دلوقتي؟ احنا اكتر حاجه بتميزنا ان احنا من دي 1 الاستراتيجي بتاعه الشركه عندنا ان احنا بنشتغل مع كل مهندسين الديكور وشركات المقاولات الكبيره اللي موجوده في مصر. وكان عندنا مشكله اول ما ابتدينا ان احنا ما كانش عندنا التشكيله بتاعه الموديلات اللي احنا بنتفرج عليها. وكان الموضوع ده بيعمل ريزيستنس مع المهندسين ان اليونت شكلها تقليدي وركبناها قبل كده وبقالنا 10 سنين بنستعمل نفس الشكل، طب احنا ما جاش بقى الوقت ان احنا ندخل موديلات جديده نغير الوان. اما ابتدينا انتروديوس بقى الموديلات الجديده دي بالنسبه للمهندسين وناخد رايهم لقينا في اجماع ان الله الموديل ده شكله حلو، الله درجه اللون دي شكلها لطيف. ابتدينا نديفلوب مع مهندسين الديكور اللي بيشتغلوا معانا. طب مهندسين الديكور اكتر هم يعني حابين اكتر التعاون معاكم؟ طبعا. والعملاء كمان العملاء، ما هو العميل اللي بيروح لمهندس الديكور هو بيبقى رايح عشان ياخد الاب تو ديت، عايز اخر ترند في الالوان، عايز اخر ترند في التشطيب، اعمل لي حاجه شيك حاجه حلوه، عايز حاجه شيك، عايز ماتيريالز مختلفه، عايز علاقات مظبوطه. فده اللي بيميز دايما مهندس الديكور عن المقاول او العميل اللي هو بيشطب بيته بنفسه. فابتدينا ندخل موديل شكل الدفايه اللي موجوده دلوقتي على الشاشه من الموديلات الجميله جدا. من الموديلات الجميله جداً. والوانها كمان حلوه قوي، درجات الالوان بتاعتها كمان التصميم بتاعها رائع فيها تشكيله الوان ظريفه جدا، وفي منها موديلات كمان اللي هي الفيرتيكال الطويله دي كمان لما بتتحط بتبقى اليمنت دمه خفيف قوي. لا جميله. ابتدينا بقى انتجريت ندخل بقى موديل ورا موديل ولون ورا لون لحد اما بقى عدنا البورتفوليو اللي احنا اوريدي بنشتغل بيه. الميزه بقى كمان ان احنا كل سنه عندنا موديلات جديده. يعني احنا كل سنه اولموست عندنا 3 4 موديلات بيخشوا الخدمه جديد. الديزاينرز بره بتنزلوا بقى تتفرجوا وتشوفوا الجديد الحديث طبعًا ايه طبعًا وتجيبوه بقى. طبعا احنا عندنا يعني في معارض بتتعمل سنويا سواء في ميلانو في ايطاليا او في فرانكفورت في المانيا، غير ان احنا طبعا لما وصلنا للكوليكشن ده احنا تقريبا لفينا نص الكره الارضيه عشان نقدر نجمع كل المنتجات اللي احنا حاليا بنشتغل فيها. التدفئة للحمامات والمطابخ والمساحات برضو الصغيرة أنا بقدر أسستم الدرجة أظبط درجات أظبط بقى طبعا كل دفاية من اللي راكبة عندنا بيبقى راكب معاها محبس ثيرموستات بنقدر نظبط منه درجة الحرارة. الجميل بقى كمان عندنا في المشاريع الكبيرة ان احنا بنقدر نربط السيستم بتاع التدفئة مع سيستم كمان معانا اللوجو بتاع الشركة بتاع حضرتك والانستجرام معانا كل الداتا للناس للتواصل الانستا كمان الانستجرام معانا كمان عشان التواصل
حاجه اللوجو جميل كمان. من ضمن التصميمات لا التصميم الاخير بتاع الدفايه الاخير ده رائع، ولما بتتوظف مع الديكور بحب فكره انتوا بتنزلوا تشوفوا ايه الجديد في الموديلات، وكمان ما بتسيبوش موديل لما تجيبوه مصر. طبعا والاول ما بنبتديش ان احنا بنجيب الموديل بكميات، الاول احنا بنجيب سامبلز وبنبتدي نعمل زي ورك شوبس مع المهندسين الكبار اللي بيشتغلوا معانا، نعرض عليهم الموديلات. في موديلات اول ما المهندس بيشوفها بيقول لي الله دي حلوه، وفي موديلات لما بيشوفها بيقول لي لا الموديل ده شكله مش ظريف. يعني ازاي ربطت ما بين انت تقدر تجيب المنتج الحلو ده، قدرت تربط ما بين انت تجيب المنتج الجميل ده وتحافظ على شكله كده وكمان تعمله بسعر كويس؟ يعني هي دي كانت اكبر تشالنج بالنسبه لنا، ان احنا نماتش الترندز اللي موجوده بره، وان احنا يبقى عندنا حاجه الكواليتي بتاعتها كويسه قوي وليها اكسبتنس بالنسبه لمهندسين الديكور والكلاينت المصري. لان احنا الذوق عندنا برضو في مصر اللي بيمشي عندنا ما بيمشيش في بلاد تانية. يعني احنا الاذواق اللي احنا بنشتغل بيها احنا اشيك، احنا اشيك بكتير. حقيقة احنا اشيك، وعندنا مهندسين ديكور في مصر الحق يتقال ذوقهم حلو قوي. يعني ذوقهم حلو قوي، فلما بنعمل الانتجريشن ده كمان المصري يا باشمهندس بيحب الحاجه حلوه. اللي عنده بيت ده انا بعتبره بيعمل انفستمنت، واللي بيعمل انفستمنت بيبقى عايز ياخد احسن مردود في الانفستمنت. هو كده كده هيعمل. لما هيحط دفايه شكلها حلو وسعرها اغلى شويه، غير لما يحط دفايه يفضل طول عمره يبص على الحيطه مضايقاه، هتبقى ندمان على ليفل الحمامات. يعني احنا مثلا التسخين المايه المركزي سببه ان المهندسين بتوع لا هو قبل تسخين المايه المركزي ده احنا هنطلع فاصل ونرجع لحضرتك تاني عشان الموضوع مهم. نطلع فاصل ولسه مكملين مع مهندس محمد. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع مهندس محمد القاضي. لسه كنا بنتكلم بقى قبل الفاصل عن التدفئه والمطابخ والحمامات، التدفئه المركزيه. حضرتك كنت عايز تكلمنا بقى عنها باستفاضه اكتر. طيب احنا المركزيه جت عندنا لان احنا دايما مهندس الديكور بيبقى باذل مجهود كبير قوي في الديزاين بتاع الحمام. خصوصا ان احنا بقى في عندنا اكسسوارز بقى اشكالها لطيفه، احواض بقت بتتعمل بماتيريالز مختلفه، شاور كابينتس باشكال تجنن، الكواليتي والديزاينز بتاعه السيراميك او الرخام الكلام ده بقت الاشكال بتاعته حلوه قوي. فبقى ان احنا نحط سخان غاز او ان احنا نحط سخان كهرباء جوه الحمام البالك ده اللي حاجه كبيره قوي جوه الحمام، حاجه شبه مستحيله طبعا. ومهما حاولنا بقى نخبيه فوق السقف نحطه تحت الحوض بتفضل مشكله، احطه فوق السطوح بقى السطح ورا بالظبط. عشان كده التسخين المركزي حل المشكله دي. ان انا بقى عندي يونت مرميه بره البيت، مرميه فوق السطح، محطوطه في اي حته بره البيت، بتخلي المهندس المعماري او مهندس الديكور يشتغل بمنتهى الاريحيه، يعمل الديزاين اللي هو نفسه فيه، وفي نفس الوقت بنحقق الفانكشن بما فيه فانكشن مهم جدا هو الامان. يعني اللي هو برده بالمواسير اللي ماشيه من تحت الحيط او الارضيه او السقفيه، يعني احنا بالظبط ماشيين بنفس الحاجه كده متداريه وشكلها حلو. وعلى السكيل بتاع البيوت الصغيره او الشقق احنا كمان عندنا ميزه ان الغلايات المركزيه بتاعه التدفئه بتقدر تدي الاثنين فانكشن، ان هي تدي الهيتنج سيستم وتدي ميه سخنه للحمامات والمطابخ. بس ده طبعا على السكيل بتاع المشاريع الصغيره. يعني لو عندي شقه مثلا 3 4 اوض هيبقى فيها 5 6 دفايات وفوطين، وعندي فيها مثلا حمام مطبخ مثلا وثلاث حمامات او مطبخ وحمامين. هي بتبقى وان يونت ممكن تركب في الضرفه مثلا بتاعه المطبخ او تركب في البلكونه، تدي التو سيستمز مع بعض. وحضرتك بتقول الكلام المهم ده، قلت الفوطين او ثلاث فواطين. احنا ايه موضوع الفواطين؟ احنا عندنا طبعا يعني جزء مهم جدا من الهيتنج سيستم هو الفواطات بتاعه الحمامات. وانا من وجهه نظري الشخصيه الفواطه هي جزء مهم جدا من الهيتنج سيستم. هو في ناس مش عارفه اللي حضرتك تقصده بموضوع فواطه، عايزك تشرحها اكتر. طيب هي الفواطه هي دفايه بس دورها ان هي بتدفي الفوط. يعني هي الفانكشن بتاعتها قامت معانا كمان اشكال الدفايه الفواطات اللي اتكلم عليها البشمهندس، عشان كتير مننا مش عارف ان الفواطات دي يا باشمهندس اصلا لتنشيف الفوط واستخدامها سهل طبعاً. جدا. وبعدين الحمام من اكتر الفراغات اللي بتبقى دي حلوه قوي جدا. دي شيك قوي جدا الوانها كمان. دي شكلها حلو جدا. من اكتر الفراغات اللي بتبقى طبعا ساقعه في البيت،
واحساس الفوطه الدافيه في الشتاء ده احساس لا يقدر بثمن. يعني دي بتنشف الفوط وبتدفي الحمام. بتدفي الحمام. وتدفي الحمام. والحمام طبعا اكتر مكان فعلا في البيت بيبقى ساقع. واستخدامها امن جدا. جدا. والاشكال دي كلها برضو حضرتك بتختاروها وبتجيبوا حسب المضادات اللي نازله ولكل حمام. طبعا عايز اقول لك على حاجه كمان حنان، ان احنا الموديلات دي زي ما قلت لك بنبتدي ان احنا بنجيب منها سامبلز الاول وبعد كده بنبتدي نعرضها على مهندسين الديكور. انا كنت لسه هسالك بتقدر تاخد راي مين؟ يعني انا دلوقتي نازل اشتري البضاعه بتاعتي او انا هستورد حاجات فنيه وحاجات شكلها راقي جدا، في انواع كتير واشكال كتير وحاجات كتير، لما بتجيب العينات وبتعرضها على المهندسين بقى وتعمل بقى اجتماع وتشوف هم حبوا انهي واحده اكتر وايه اللي تجيب منه كتير وايه لا، بتعمل احنا عندنا حاجتين مهمين جدا بنبنش مارك عليهم. مبدئيا مهندس الديكور بالنسبه للشركه عندنا هو الكور، هو الاساس، هو اللي بيقول الديزاين، هو اللي بيقول دي تتحط في الحته دي بالمقاس ده باللون ده. طب يعني بالذمه دي فواطه ده شكلها تحفه. هي دي بتبقى الماستر بيس. احنا هنكمل في النقطه بتاعت المهندس. يعني هي دي بتتحط في الحمام، هي ما بيبقاش فيه ديكور في الحمام. ودي دفايه. طبعا. والله جميله جدا جدا جميله. النقطه بقى الثانيه ان احنا عندنا جزء كبير من البيزنس عن طريق الريتيل. زي الموزعين الكبار بتوع السيراميك. دول بيبقى لينا موديلات كتير سبيشالي من اللي بتشتغل بالكهرباء بتبقى معروضه عنده. دي كمان احنا بنقدر نبنش مارك عليها الذوق بتاع الكلايد، بتاع العميل اللي هو صاحب البيت. فانت زي ما تقدري حنان تقولي ان احنا بنقدر نقفل المعادله من الناحيتين، من الترند بتاع الديزاين اللي هيطلع من عند مهندس الديكور، والاكسبتنس بتاع الموديل من الحته بتاعت الريتيل. يعني انا بقدر ابنش مارك وانا اكتر موديل بيبيع عندي اني موديل في اني لون. يعني احنا جينا مثلا في مره لقينا ان اللون الاسود من الفواطات هو اكتر الالوان مبيعا في ثلاث موديلات. في موديل تاني كان اكتر لون مثلا بيبيع فيه اللون الفضي. بتعمل حصر ده؟ طبعا. احنا لازم نمونيتور الكلام ده عن قرب. يعني مثلا جينا في اواخر 23 انطلب مننا من الريتيل بارتنر بتوع السيراميك ان احنا عايزين فواطات لونها جولد وعايزين فواطات لونها روز جولد. عشان الجولد كان موضة قوي. فسألت يعني بناء على ايه يعني الريكوست ده جاي ليه؟ قال لك احنا عندنا الاطقم بتاعه الخلاطات الاكسسوار كله ماشي في اللاين بتاع الجولد والروز جولد، فاحنا محتاجين الفواطه دي تبقى بنفس اللون. وبالفعل نجحنا ان احنا النهارده مثلا بقى عندنا حوالي اربع موديلات او خمس موديلات كلهم باللون الذهبي. والذهبي كان مبهج كمان جدا. السنه اللي فاتت عمل شغل حلو قوي جدا. فاحنا لما بتيجي تبصي هو بيبقى فيه ترند ان ترمز اوف الالوان وان ترمز اوف الموديلات، والترند ده الدفايه او الفواطه بتاعت الحمام هي جزء من الترند. يعني انا عندي مثلا انتوا بتشتغلوا على الترند كمان؟ طبعا طبعا. انا عندي ترندي كولرز كل سنه بتتعمل بتبقى نازله باليت كده ده الترند. دي الالوان بتاعه 24، فايه اللي ماتش الالوان بتاعه 24 هيبقى عندي مثلا الابيض ده مثلا كان البيز لاين. حضرتك بتحب تتعامل مع المهندس ولا صاحب البيت مباشره؟ لا احنا في مشاريعنا انا احب دايما اتعامل مع مهندس. يعني الـ البند بتاعنا هو بند له علاقه بالديزاين وتوظيفه بمكانه بمقاسه بلونه، ده معطيات الاجابه بتاعه السؤال ده ما بتبقاش موجوده عند العميل. فانا احب دايما المكتب يبعت لي لوحه واحنا نبتدي نطلع الانبوت بتاعنا ونبتدي نطلع مقترحات للاماكن اللي احنا هنحط فيها الاليمنتس بتاعتنا وناخد الدسكشن ده بيبقى دسكشن هندسي. انما العميل ما بيبقاش عنده التصور هو الموضوع ده لما هيخلص هيطلع عامل ازاي، الاوضه دي هتتفرش ازاي، الحمام ده القعده هتبقى فين والحوض هيبقى فين. هو للاسف بقى وقتنا خلص مع حضرتك بسرعه، لان الوقت الحلو دايما زي ما انت عارف بيخلص بسرعه، ولسه ما خدناش كل المعلومات. هتوعدنا بحلقه تانية ان شاء الله. في نهايه الحلقه حابه اشكر ضيفي اللي نورني النهارده المهندس محمد القاضي رئيس مجلس اداره شركه ايدجز هيتنج سيستم. يا رب تكونوا انتم كمان استمتعتوا معانا واشوفكم في حلقه جديده وتفصيله مهمه جدا من تشاطيب.